قال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي السفير يعقوب الحوسني إن البعثة الدائمة للإمارات في نيويورك قد سلمت رد الدولة الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكراتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدانتها لما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر. وأكدت الوزارة على أن الطائرة العسكرية الإماراتية كانت تحلق خارج الأجواء القطرية.